تبييض البشرة والتخلص من الغمقان وتفتيحها هو حلم كل سيدة، بنت مصرية، أردنية، عربية، أفريقية، حلم كل البنات حتى في الدول الأوروبية. النهاردة هكلمك عن كريم سكينورين، ده المفروض بيفتح الوجه، بيفتح المناطق الحساسة. هقولك عن رأيي فيه وآراء كمان أصحابي اللي استخدموه، هل هو كويس ولا لأ، بيجيب نتائج حلوة ولا لأ. تعالوا نتعرفوا أكتر على طريقة استخدامه والتجارب ومكونات هذا الكريم وكمان فوائده. لو اتخلط مع كريمات أخرى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفجروا اللايكات، تفجروا اللايكات على قد ما تقدروا، واكتبوا لي بقى التعليقات اللي انتوا عايزينها وبتحبوها كلها، لان انا بحبكم جدا وبحب اقرا كل تعليقاتكم، حتى الانتقادات اللي انتوا بتنتقدوها احيانا دي كلها طبعا على راسي من فوق، لان انا مش بعتبركم مشاهدين، انا بعتبركم عيلتي الكبيره على اليوتيوب. بحبكم جدا ويلا بينا نبدا حلقه اليوم. لكن انا عرفت الكريم ده عن طريق واحده صاحبتي كانت بتسمع عن المنتج ده، او يعني في ناس كتيره قوي استخدمته وقالوا لها ان هو نتائجه فعلا ايجابيه وبيجيب نتائج كويسه، اهمها ان هو بيفتح البشره بشكل ملحوظ. فبدات هي تستخدمه، بس مع الاستخدام قالت لي ان عشان تحصلي على نتائج كويسه من غير اي اثار جانبيه لازم تستخدمي كمان معاه كريم مرطب، وهقول لك ليه في نهايه الحلقه. اما صاحبتي التانية الاستخدامية كانت من اصحاب البشرة الدهنية وكانت بتعاني دايما من الحبوب والرؤوس السوداء، ولما استخدمته حصل معاها نتائج هايلة جدا في التفتيح وتخلصت من الحبوب والرؤوس السوداء، وقالت ان هو يعني يفضل ان احنا نداوم عليه 3 شهور عشان نوصل على النتائج الكويسة. طيب النهاردة بالنسبة لتجارب الناس دي، فعلا هو بيبيض جدا، بس مش شرط ان هو يبيض في 3 شهور، يعني هو الموضوع بيختلف من شخص لاخر. يعني لو انت عندك تصبغات او بقع او غمقان لسه جديد، فده هيكون سهل جدا التخلص منه وهيبان نتيجته يمكن في الشهر الاول، بس عشان تحصلي على النتائج اللي انت متوقعاها وتكون افضل نتائج يفضل انت تستخدميه طبعا لثلاث شهور او على حسب رؤية الطبيب. طبعا انا مش طبيبة جلدية، فعشان كده افضل طبعا استعماله على حسب وجهة او نظر الطبيب اللي هينصحك. المادة الفعالة الموجودة فيه فهي تعتبر بتساعد جدا في علاج حب الشباب والالتهابات والبثور، كمان في مواد مرطبة زي الجليسرين ومواد اخرى بتساعد في التفتيح والتخلص من الحبوب والتصبغات والكلف، فعشان كده هو من الكريمات اللي بتخلصنا من الكلف من الوجه بشكل تدريجي، وبيساهم في التخلص من التصبغات وبيوحد لون البشرة سواء في الوجه او الرقبة. بيتم كمان استخدامه في علاج الكلف الناتج عن التعرض لاشعة الشمس او الكلف الوراثي او الناتج عن تناول حبوب منع الحمل. طريقة استخدامه، طبعا في البداية بنغسل المنطقة المصابة كويس جدا وبنجففها، ولو كانت بشرتك حساسة بيتم استخدام الكريم مرة واحدة بس مساء لمدة اسبوع، وبتبدأي في استخدامه مرتين كل اسبوع. بعد كده بيتم توزيع الكريم طبعا باستخدام الاصابع وبرفق، بيفضل طبعا استخدامه على المنطقة المصابة فقط او المنطقة المراد تفتحها، مرة في الصباح ومرة في المساء او على حسب رؤية الطبيب. مهم جدا ان احنا ننتظم في استخدام الكريم علشان نحصل على نتائج ان شاء الله اللي تكون نتائج كويسة. ونتائج الكريم زي ما قلت لكم بتبان في خلال 4 اسابيع من بدء الاستخدام.